شفت يا حاج اللي حسبته ليله امبارح؟ لقيت ايه؟ حصل ايه؟ الواد عبده فضل منور النور ويطفي في النور ويخبط ويرزع، مش عارف كان بيعمل ايه. ازاي الكلام ده؟ ما تعرفش كان بيهبب ايه جوه؟ انا شرفني يا حاج، ما الوكاله اللي بوظها كانت مسنكره، يعني نمتوا علينا جت بخساره. شوف بقى سحب نور قد ايه. ولما هو بيخاف ينام في العتمه كان بيوافي ويتهبب ينام جوه ليه؟ يمكن كان بيدور على حاجه جوه الوكاله يا حاج. يعني ايه؟ فاكر ان فيها كنز؟ في ليلة واحدة يا حاج ولوحده. شفت ازاي انت ظلمت الواد ده يا مرسي؟ ولا عبده؟ ولا عبده؟ الله، هو الواد ده راح فين؟ ولا عبده؟ سيبه نايم يا مرسي، خليه يستريح ويصحى على ماله. عن اذنك يا حاج راح اشرب كوبايه شاي. انت قاعد مش لسه طافح شاي من شويه؟ وماله يا حاج؟ اصل انا يلزمني ثلاث اربع كوبايات على الصبح عشان الدماغ تتوزن. ثلاث اربع كوبايات بعد الظهر، يعني تصرف نص ماهيتك على الشاي والسجاير. غصب عني يا حاج، كيف غلاب؟ كيف ايه وهباب ايه؟ يالا انت اولى بالفلوس دي، وان ما كنتش انت مراتك واولادك. امشي غور، خش جوه شوف شغلك. سلام يا حاج، والله كلامك كله حكم. اصل اللي بيجنني يا دي عبده الاقي الواحد منهم كوبايه الشاي دي ما بتفرقش ايده، واخر النهار يروح لمراته يرمي لها اي كلام ويقول لها اتصرفي. قال يعني هي دي الرجوليه، وهو على راي المثل اقرع ونزهي. يسلم فمك يا حاج، الواحد يقعد معاك بس ويسمعك ما يتوهش في دنيته ابدا. اعملك حجر تاني؟ انت هات كنت بتشتغل اهواجي قبل كده؟ لا يا حاج ابدا، انا كنت على باب الله. امال مين اللي علمك الرصه دي؟ الايام يا حاج. خلاص يعني هنقعد قدام الشيشه ونسيب شغلنا؟ وهو خدمه مزاج الحاج مش شغلانه برضه يا ريس مرسي؟ روح يالا يا عبد شوف الريس مرسي عاوز منك ايه. امرك يا حاج، عايز نعمل ايه؟ تعالى يا اخويا. امال الحاج فين يا ريس مرسي؟ معاك حاجه تستاهل؟ انا جايب معايا حاجات مخصوصه للحاج، ما رضيتش افرجها لحد غيره.